الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نمشاتشون دموش إمام محمد بن عبد الوهاب من النتاتشون لما ساوقنو يزقا جهوتنا استي انفايت هارقو تقلالا سلا قبر سلا زيارة سلا أولياء سلا بدعة سميتي الله تشو قرايا قبات تشو وحابية من جنو يميل تياك اي ربشات تشو كالو استزاري دمو زاري اونتينو بجورات تشون بتسامون يالفلقن بأمورات تشو ولبات تشون بتسامون يالفلقو مكرياتهم يه وحابية مبالو بزي كرة الأرضية كلها بألم بزو لو تنا بزو انتني أغني ربشا يامتا توبيك نو انقريه اللي جمرون دموش يا جماعة صدقوني ما ألقيت محاضرة وأنا مرتاحا مثل هذا الموضوع. اني سنت 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 محاضرات الرجال له بزي بمحاضرة يعني بدعوة جزية سنت أمتات هنوال، لكن اندزيه موضوع أهون يا أسكت موضوع نفسية تكفتو مرقني بمرق أنا يدركت محاضرة اندزي عنث موضوع علم بكناتهم ببزو مجلس علم تهيدنا بزو علم تسمر له سلزيه سوقن بتنتنا يتناقري بتلي بأمرني قوانقوا يلم نا بتأم بسميتنو يتناقركو تنا استيتكتها تلوي ألقيه من سميم قلبي كوست لبين من ناقرو وإن شاء الله سيخرج من قلب ويدخل إلى قلوبكم بجوراتشو قبتو ندايوتا بلباتشو ندياس قبو الله سبحانه وتعالى تسفاد القال له. أول سؤال يعني محاضرة بتياك اللي جمرو واندموش، هل هناك مذهب اسمه الوهابية؟ وهابية من بالو مذهب اللي لمثال الشافعية المالكية الحنابلة الحنبلية ولا الحنابلة أبو حنيفة الأحناف من بالو مذهب وهابية من بالو مذهب اللي إن الملس الله شون موش حتما لا يوجد وهابية من بالو مذهب يلم. طيب لماذا يقولون الوهابية 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 المذهب الخامس أم سنة ومذهب من أمن لالو يقولون ما بدا لهم يا جماعة اندفلقوا يبلو يميلوت يا وهاب يا الشيخ عبد الوهاب الشيخ محمد عبد الوهاب تألاتوش بتشارات شو مذهب وهابية بلو يا وطنجي عندك أن يا مذهب عبد الوهاب انتنو مذهب تبلو أي تتوقع نيابت أم كم يهن إمام كم يودت عنده إنينين بات أم كم يودت لما بزوع لما أتشاله، لكن مذهبات هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو مثلا مذهب أبو حنيفة مذهب الشافعية مالكية الحابلة مذهب محمد بن عبد الوهاب يمبال نقر تسمتو ماكم، لكن راسه شو يفتروت نقرنو إيه مجمرة ما وكع لبنه نقرنو. طيب ما معنى الوهابية؟ وهابية لما يقوسوا من مرتنا وهابية وهابية واندموشنا هو بالضبط مثل محمد يانس من مرتنا محمد يانس محمدين يمكتلونه هذا لم دي محمد يانس سلزي محمد بن عبد الوهاب يمكتلو وهابية تبالو ماركس عند ينتن فلسفنا مرينة بر ماركسيست مالت ماركسن يمكتلنو لانينيست مالت يلانين فيلوزوفي يمكتلونو هلو بألم فلسفنا متى السنة تكتلي بس السنة يترال أدلت بزيهنا وهابية يالو تنجي وهابية ملو نقر عند مذهب يلم بيتشا يا عبد الوهاب تكتاوش مالتها تشونو. لكن أقول لكم صراحة حق لما نقر لا أحد يقول مذهبي وهابية ولا يتبع أحد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والله جميع العلماء أكتشوا له هني جميع العلماء موحدين بس أود أرى بيها له
በየመን ያሉ በሱሪያ ያሉ በሉብናን ያሉ يعني ሊቢያ ያሉ በግብጽ ያሉ በሙሉ ሙህዲን ዑለማ መذهባችን ወሃቢያ የሚል አንድ ሰው አታገኙ بل محمد ابن عبد الوهاب يمكتلو انت علم يلم طيب مندنو كل ما في الامر ياو الله يتبالو مندنو هو عالم كم كعلماء محمد ابن عبد الوهاب عالم نو لك ندللوش علماء بل هو مجدد قيد الله لاحياء التوحيد والعقيده التي ماتت بس ليونته مندنو كف يدرجوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس لم يكن عالما بس عالم بتشاد اللوم الشيخ محمد بل هو مجدد ايش يعني مجدد يدوم الديسكال لا الديسكال ادلم مجدد ايش يجدد يقول الامام يعتبر مجددا لهذا الدين يعني ايش يعني مجدد من دنوي مجدد مالت የሞተ ሱና የይፋ የወጣ ሽርክ ሽርክ ከበዛ ሱና የምትባለው ከሞተች የነቢያችን ዲን መጥፋት ከጀመረ የቢድዓና የኹራፋት የሽርክ የቀብር የወሊ ምናምን ምናምን ከበዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቆጣና አንድ ሙጀድድ ይልካል ዲኑን የሚያሳድስ ማለት ነው هذا الامام يعتبر مجدد لهذا الدين كيف متأيه قال كنبياتشن سأسلم نهي متى بزو سألنا الناقر لأنه ورد في الحديث الصحيح نبياتشن منالو مسلاتشو إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها احفظوا هذا الحديث إن الله الله كوالي every century متو أمت سيالف يبعث لهذا الدين أو لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها دين الإسلام يجددنا ميسادسنا يموتج سنة ميسنسا الله سبحانه وتعالى مرتو سو يسكو مال مثل كني قال الله شون نموش مجدد نبي أدلم رسول أدلم يمالة أشير أدلم لكن يموتش سنة هوت البسو اندقنا أسدسو يميانا سانا نقرنو هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذن يزاري موضوع أتشن واندموش باكاتشو يمتودون كواني بتقام يمتودون سووش تكتاتلوت سيتوش لقزيو وات مسراتي كويبش يعني واندوش لقزيو لابتوب مكفت تلفزيون مكفت يكر يزيح سو ينيح سو ينيح عالم تاريك بدم بتأتوتنا تمراتشون دتاستمروت واندموش ست سونو يتأفى ببيد عنا بخرافات اشي لزيه محاضرة يستهوت أرست من جنو أتظلمون رجلا قال ربي الله يه أرستنو يستهوت الله عندنو يالو تزلم اللاشو تقدل اللاشو تسدب اللاشو تاكواش اللاشو منك كاتشو واندموش بيه يهن عرس السبخوت يه عرس تكيت نو يامت تهوت واندموش ككيسي عدل لم يامت تهوت يه كأبو بكر الصديق يامت تهوت نقرنو انديت عندك أن قريشو تشو يا نبيو تألات صلى الله عليه وسلم نبياتشن باندبو تاكمو يالو تسبسمو تو يسدبو تنبر يسدبو هاتشو نبر أنت محمد سحرنا أنت محمد مجنوننا أنت محمد كاهننا أنت يسدبو تنبر كذا سيدنا أبو بكر بمادو يروت أمد أن من لا تشو أتقتلون رجلا قال ربي الله منك كتشن أنت قريشوش عند الله نو يعني إله عند نو تأوتش إله هذا اللوم يا لسو لما قدلت فلقا لا تشو ألا تشو من أدرقوا قريشوش نبيات شنسى صلى الله عليه وسلم تتو زور بلو لأ أبو بكر صديق كفن يا متوت دبدوت متوت فيتوم راسوم اقروم يعني جرباوم متو فيتو بتاما بتاي اينون ديو مستقبا بقى ايتاوكم متوال بلو طلوات شو هيدو مالتنو سوش متو
سيدنا أبو بكر الصديق أنا السود بهلت قلنا شو تشكمه ودبيت هاتشو السود. فقالوا نزيه أبو بكر أنا السود وهاست واتشو يا أبا بكر أنت بتأم تكسات اللهن أنك وهات الطالب ببرشكو. فقال أبو بكر والله لا أشربها إلا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم. أهو صالح نبياتشن ديتنا تشو دهنانا تشوي يني قد دائمين ما در لمهون لكن يهوها نبياتشن صلى الله عليه وسلم بأيني كلا يهوت تينا تشو كلا رقاقتكو التتام ودى نبياتشن وصدون كجا تشون متتوار لي بتام فكرنو بتام ود يعني نبياتشن تنو كنفسات تشو بلا يودوا تشون بر أبو بكر صديق. طيب ف هؤلاء الذين يظلمون هذا الإمام أهون دمو الإمام محمد بن عبد الوهاب يميت ألوت هم الذين لا يعلمون تاريخه نشأته عقيدته. والله يساتشون تاريخ يماك أسو عقيداتشو يماك أسو من سران دسروا لزيه أمة محمد يماك أسو بيتشاناتشو. الجاهل يخطئ عليك لالو من جهلك يخطئ عليك يا رب نعم السالينو يماك بانت يساسات الان نعم يماك سوي يساسات سبحان الله العظيم. تستوصل لك شو يا سيدنا سلمان تاريخ سيدنا سلمان امير نبر مدائن يبالو تلك كتب معنا تلك يعني كفلها قرنو يسو امير نو سلمان اهون سلمان الفارسي يا قريتو امير نو زنبلا بكتما سيزور نورمال لبس لبسونو سيزور عندو يمدائن سوكونو هلت كيس إيزون برنا سلمان سراتنيا كولي مسلو كولي نو متلو كولي من ماتنو كولي وندوش كولي يجعمان تنو أنا لم دي يه سراتنيا تشكمو غنزبي موسدو كولي نو سرتو بلا إشي سرتو بلا سلمان زنبلو بزاسي هيد ناس تهانتي هالو هشي هالو ينتا شك مهيد هالو هني أمس سنتيب ولا أسر سنتيب ليست أوكنو سلمان الشي بلو لا تكيسو تشكمو ما شاء الله رجم نبورو سيدنا سلمان بتأم رجم نبورو نا ولا تكيس تشكمو هيد هالو سويو بادو اجي هيد هالو مكنياتهم سراتين ياسي لكاتر مالتونو بمن قد سويتشو أغنيو سنة سلام عليك يا أمير ألوت سويو دنقت إيه ما نو يا أمير الميلوت يالو سلام عليك يا أمير ألوت وعليكم السلام ورحمة الله إلى سلمان كزان سويو دنقت أبا إجي نبرو بتر كإجي ودك إيه ما نو أمير يا متلوت يهتشكموك أمير نو يا من أمير يزيك فلاقر أمير كونوال سويو دنقت أنا يا أمير ألو إني لشكمو هم لا 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 سيدنا سليمان سلمان لا إني كامت تهوت بوتا بيتيس كما درسو درس ألسط أمني من ما تاسبالو تشكمو سلمان وهو أمير تشكمو بيتوا درس اللت ماتنا لأنه لا يعرفه سلما هكو عند كل ياسبونا عند سرتو أدر انتنا لي لا يعرف الذي لا يعرفك الذي يجهلك يخطئ فيك يما كهساسات إذا نقول لكن الغريب بتأم بتأم يدنك أن يميس هزن قرب نورجن الذين يطعنونه وهم يعلمون عقيدته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسون عقيدة يسون دين يسون تنيوكو يميس النسوت الناميس دبثجن بتأم يس هزن وجهاده وتفانيه لهذا الدين يوتاچو بمن دسالهوت لذيه دين سيلو من اند تطو من اند بلو من اند تشجرو ياوقو شيخون يمياسنسونا بطان ينغر منغر لو من ما ادلم من ما ادلم اني بزو ادنكم لمن مسراچو البصيري يمبالو اندو كنزع علماوچ ينبرو بردا يمتبالو منظومه አለች البردا يميلوات بتام كنجو منظوم انش كنت تنش عندند شرك سلالات علماءو تنش تطنقو يلالو اذا من يلال مسلاچو سبحان الله العظيم
የነቢያችን ማንነት ያላወቀ ነቢያችን ሰለም ያሳንሳ ሊሰድባል ይከፍራል ማንነታቸው የማያቀሰው እና ምን አለ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمنا له يا عين بشتا يالوكو 10 سوتش كبيت وچ وقتو صحايوان يايو يهچكو صحاينچ سيلو اسو گن صحاي يلچم يلال اندي يهچي صحاي سي غورابل سي ود سماي ي لا اني لا اي لا ياتم صحاي يلچم يلال مكنياتم رمد يميبالو عين بشتا سلالو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد للاس يتطراو حبت ستاو كلهم سيتط الحمد لله سلسو هذا لم هلال مندنو انغدي اي وها ادلم مرض نو مندنو هنا هم طاطا نو جواما نو من من هلال اروها نو روها ادلم يلاچوال ليش سقم يميبالو بشتا بملاسو سلالبت قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم سقم يالو سو لوها وهذا اللي ميلوال اهون دمو يا شيخو ماننت يماكو يا اندم تسموت لو وهابيه وهابيه سدفونا اهون وهابيه اند مذهب ادلم اهون اند سدف طيب ابدا التاريخ سويو ينيه شيخ تاريخ الجمر انقدي كمجمر بفيت وندموش عند نجر اللي بلاتشو عندت كتما very beautiful هنا تشو كتما عند باريس لمثالي لو رأى إنسان مدينة مثل هذا لمثالي عندت كتما يعال قوشاشا بقى من اللي بلاتشو من أسفالت يلاتم بيتو بمول بيتو يفرسانو قجونو በእንጨት ምናምን የተሰራ ነው ሰዎቹ በየሄዱበት ነው ሚሸኑ በየሄዱበት ነው ሰገራ የሚጥሉ በጣም very dirty የሆነችው ከተማ ከዛ በኋላ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ ስለፈሰሰባት እንደ ፓሪስ ሆነች በጣም ቆንጆ መዲና ሆነች እሺ ሁለት ሰዎች መጡ ሁለት ሰዎች አይዋት ይችን ከተማ አይዋት አንዱ በጣም ተደነቀና ማ ቢዩቲፉል ሲቲ አለ ተደነቀና ዝም አለ ሁለተኛው ግን አበደ ይህችን መዲና ሲያይ በጣም ጭንቅላቱ ሰአተ ምንድነው ድሮ መጥፎ ቆሻሻ መዲና በነበረችበት ያቃታል እንዴት ይላል ይህች ያኒ ገሌ ከተማ ነች ድሮኮ ውሾችና ያኒ አህዮችና እንስሳዎች የሚኖርባትና ቆሻሻ አንድ ቀን እንኳን ልትኖርባት የማትችል በሪ ደርቲና እንትን መጥፎ የነበረችው ከተማ እንዴት እንደዚህ ሆነች ይላል ምክንያቱም ድሮ መጥፎ በነበረችበት ስላወቀ ነው ሁለተኛው ሰው ግን መጥፎ በነበረችበት አያቅም አሁን ነው የሚያቃት ሁለቱም አድናቀቷቸው በጣም ይለያያል ገባችሁ ምን ለማለት እንደፈለኩ እሺ اعني من هذا اهون يالكوت من النوم الاكتو من يعرف الحجاز وارض السعوديه يا سعود عربيا تاريخ يدرو تاريخ بياق اونته نو ايامنم ياوقه نو ملاچو اهون متو سعود عربيا ايهو كن سعود عربيا يالو سوتش حقيقه لنغراچو يميتنفسو التوحيد نو የሚበሉት የሚጠጡት ህይወታቸው በሙሉ ተውሂድ አቂዳ የተጠራ አቂዳ ነው እና አንድ ነገር ልላችሁ ስለ ሳውዲ አረቢያ ህዝቡ በሙሉ ሳውዲ አረቢያ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ነው እኔ ሳውዲ አይደለሁም ያኒ ለሳውዲ እኮ እየተከራከረ እንዳትሉ እኔ ሳውዲ አይደለሁም እኔ ኢትዮጵያዊ ሀበሻ ነኝ አንድ ሁለተኛ ሸኹ መሐመድ ኢብኑ አብዱልሃብ ዘመዴ አይደለሁም እኔም ዘመዳቸው አይደለሁም አላቃቸው እነሳቸው አረብ ናቸው ድሮ ከሁለት መቶ አመት በፊት የነበሩ አረብ ናቸው እኔ ሀበሻ ነኝ ምን ግኝት አለኝ የሳቸውን እንትን አድርገ የምከራከረው ምንም ዝና የለን ላኪን الحق يقال حق መናገር حق ነው ስለዚህ እኔ ልንገራችሁ ሳኡዲ የተባለው ሰው የሳኡዲ ዜግነት ያለው ወይም ሳኡዲ ያኒ ሳኡዲ እንትን የተጠራ ሳኡዲ ممكن يزني
ممكن يسرق، ممكن يعني يفسد في الأرض فساد يا درقال، ممكن يكذب، ممكن يقتل، ممكن كل جرائم كل ونجلوش يا درقال، لكن سعودي لا يشرك بالله. إيه حق إنيا بس أنت أمت تقمت قبت أقر سعودي عربيا بزو ونجلوش يا درقال سعودي سعود نزل مالو زنا يدرقالو متاتي تتالو كماري تشاوتالو حشيشي بلالو هلو نقر يدرقالو، لكن سعودي يا شركال مارت زبتنا لمن مسرته تلك مسرته يتدرقبت شيخ محمد بن عبد الوهاب أسكمتو يهدو توحيدنا عقيدة يما ينكساك أسنا يما ينكتك أنت النقرنا يهن كالكو بوهلا سعودي أرابيا بفيت من دنبرج بياك سو آمن مهون. طيب الذي يعجبني هنا أناس طغى عليهم الجهل ميقرمن جهل النتو لك عند كابوتنا عند كوت يلبسوا تسوى تشالو يكرهون أهل التوحيد بدون علم توحيد يميت ألوان والله والله راس التوحيد كمان نم يمتع توحيد راسو يما يود سوى تشالو. مرة لنقرأت شؤونتنا بمدينة برياض مدينة رياض كتما كان دبوتا شارع خزانة مبالالة يعني عند مندرنا برياض درايف ياد الركوب بمكينة سهيد بتقام قاتلو نبر انتنو تسحاي كبار نبرشنا عند شمقل يالا سونو بتسحاي كومو تاكسية تبكى نبر كذا هلا أزن كلتنا مكناو أسكومي تفضل الكوتنا بتعم دسالو قبة مكنا كتشاري إذا يستكمت أبت ونبر هلت كتاب نبرو أنه زاد المعاد يمبالو يمن القيم له أنه كتاب التوحيد يمبالو يشيخ محمد بن عبد الوهاب له هلت كتاب نبرنا دنقت أسويه صوفي نو من نو أنت علي إن الزي كتاب تنبال لها لي هاك أني من قدي من مهوني هاك مثل الزينو إن الزي كتاب تنبال لها إن الزي كو عقيدة شو فساد من النتا شو فساد يخون سوى شو كونو ابن القيم شيخ الإسلام من تيمية مبالو محمد بن عبد الوهاب إن الزي كو بتقام 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 عقيدة شو شركة عقيدة شو تمام ما يهون أرباك إن الزي المسافة تام ببالي عجيب. قلت وهم قادة التوحيد يتوحيد أئمة يتوحيد مريوش يشركنا تشو يتأفونا تشو يتأمتفونا تشو تلال لها الكوت سبحان الله العظيم. وفي السودان كان أحد الشيوخ كذا شيخوش يميبالو بسودان تلك مسجدنو الزهونو إيتنا قري قل قدوني يمتا كونو يضرب الجدار قل قدوني يمتا يتقوط أمن الان ويقول من قتل وهابيا كأنما قتل 10 مشركين عند وهابي يقدلي 10 مشركين دا قدلنو متاسبو الان كيتنو يمتاو كحديثنو كقرآنو ككلام علماءنو ككيسونو ندزي الان بكا سوتشو الله الان يدنك عنه. ويقول آخر للان مؤمن الان الوهابي دمه حلال حول ولا قوة إلا بالله يا رب الحمد لك فرد بيت كفتك يوم القيامة والله والله يوم القيامة فرد بيت كفتو فراجو الله نو شيخ فلان شيخ علان جنرال فلان منستر فلان أدلم فراجو الله نو بأرض المحشر فرد بيت مكوان كفتي أهون قراء قبان نقر إزا إيفاي هنا بيقلزة إنما نلال يقول الوهابي دمه حلال وهابي هنا سو بتقدلو دمو حلال نوالي. ويقول آخر للا دمو الوهابيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهابيوش نبياتنا يودوا من الله. يا أخوة من هم وهابيتك ألا شو بنسوا النقاقر الذين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من هم تعرفون؟ أنا وأنت وأنتي قريت موحدين كهنا شو مالتينو تقل الله يتوحيد نقر بدن بيمتيزو تكوني أنت وهابينا إني وهابينا الزيان لا تشو تقل الله برومي الله تشو وهابيوش ناتشو ليش
لأنكم تتبعون التوحيد الصحيح وهذا ما لديه نوع بس. إذن لنادى المؤمن الهلال يقول نحن الذين آمنا بالرسالة والعرب آمنوا بالسيف إن ياحب شاوتشكو بدبدابي أمن نوسوتشكونا أحمد النجاشي يتلاكي كنبي أجني يتلاكي دبدابي دبدابيون أنببو يأمن إن يقول إن السنن عربوش قن لباتشوش ألما لباتشوش أكان بسيف يأمنوناتشو والله إني على سو بفيتون الطف يوم التللت بدبدابي أمنو سيدنا وحبيبنا أحمد النجاش بيتشاناتشو. نعم والله أنت ما فانديانة حقيقة دزي بلو من ناقر أنت فانديانة يمتتك مو أساس لما قاتل بيتشانة انجي. يقول كل هذا يقولون لكن اسمعوا ماذا يقول سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تو الله نميلو أنت يا سولج تو على أوقات يلسمه يلايه على أوقات تناقر مكنياتهم نجي جروه لتأيقنا عينه لتأيقنا لبه لتأيقنا كل أولئك عنه كان عنه مسؤولا هل لتأيقنا ونا ملسك الله اندفع لك تناقر إلى بنقرأتشن لا يوندموش within bracket باكاتشو أهون يمتكر صوت يهن سيدي برم بكرة صلين كذابو هلا أجري فلقة سو اندمن ملك اندو غرف لهل سو مدرسة لبتي كاسيت لهل بات أقباتشو يعلو بسيدي لهل بتلي إني الشيخ يميت ألو حقيقة ولما وك باكاتشو يرومو وداجوشي هوناتشو كرة صوتنا لهل سو لسيتم ولو اندسات قلين فلقة له. في آية أخرى بليلة آية الله سبحانه وتعالى من الهلال بهلت تكشاتشن بزيب تكش يعني بك أين تكشاننا بنتنو بقراء هلت ملائكة اندالو هلتشن هك ألن أندو مطفو نقر يسفال أندو ترو نقر يسفال يهن نقر ست النقر شيخون ست سدب وهابيا ستل وهابيا يقدل أسر مشرك انده قدل يقول ست النقر. يقول سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان يهن يتنقر كوكب قبرغو مصفو كوالو رسهن دي إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بقينينا بقرات كشا ملايكو تشالو عندي تقال قماش قال بتوانم كتا تقبلو مصفو كوالو رسهاتشو النزي رات ترساتشو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوة نتأدبوا مع العلماء كعلماء أدب يسفل لقال أنت الذي لو قيل لك أنت أهن وهابية محمد بن عبد الوهاب شغل الإسلام من تيمية كافي روشناتشو كوشاشاشناتشو متبل أنت لو لو نقول لك اقرأ المعوذتين والله ترى رقات كرب ولا تقول عذو قرابي له بس سوش علو علماء شنو يسدوا ولا تقول عذو قرابي بل مدوا معاكم إدغاموا معاكم نون الساكنة معاكم بل ترتيل معاكم سبر بررغو قرآن يميكرا السنو انجلسي سادب يميولو. ولو سألوك شروط الصلاة كم كدمهن يتامي بارو يسالة إنما الناتشو ما يجيب. ولو سألوه دعاء دخول المسجد أبسط شيء ودو مسجد ست قباء من دنو ميبالو دعاء تبلو بيتايك أي من لسن. أنت الذي لم تصلي صلاة الفجر مع الجماعة كم شهور لسنت أمت لسنت تنو يعني مسجد هذا مسجد صلاة الفجر ما تسجدوا سنت ناتشو نزي مسهدبو صلاة الفجر ما يسجدوا ناتشو وندوش صلاة الليل سجدوا ما يقصوا شالو إن السنة ناتشو غدي بعلماء شو ملاس ناتشو أسر متر مياوت وتن السنة ناتشو. إذن أنصحك مكره الله وندم مكره الله يانت عيوب عيته ببيت منالو نبيه صلى الله عليه وسلم ليسعك بيتك وابكي على ذنوبك على خطيئتك له بيتك كج بله بيته نسفه بيته سفيه لهنا الزهنة
لدرك ونجلج بملو الكسيل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ في سيرة هذا الإمام أقول هذا الكلام يا أخوة. لما مات الإمام أبو حنيفة، سيدنا أبو حنيفة كموتوبها لا الإمام العظيم هذا عنده تماريات شو بهلمايات شو مالتنا، فقال يا أبا حنيفة كيف وجدت ربك بلوت أيكات شو؟ قال أبو حنيفة وجدته رحيما غفورا غفر لي ربي ذنوبي كلها وقال خذوه إلى الجنة عليه الله سبحانه وتعالى الذي بلتك أبلي. قال وماذا رأيت مما أعجبك؟ يعني أخيرا قده العجيب نونا من أيه بلو طيق وتماري نونا أبو حنيفة. أبو حنيفة مناله قال أخذني ملك بيدي عند ملائكة متأنى بإجيزه وأراني أجور مثل الجبال مثل الجبال مثل الجبال ترى روش يهلو أجر من ده يهنو أجره يهنو ثوابه يهنو بلو كتر سفر لله شو ترى روش يهلو أجر أسايين. وقال يا أبو حنيفة كل هذا لك لن تنوالي. فقلت له كل هذا ما عملته هنا قرني اندزي اينت يهن بذات اجر السرهم كيف متال كوالي ملكو من الو. قال نعم هذا ما قيل عنك بعدك وانت لست منه انت كمتكم هلا سلامت يتبارنو. ابو حنيفه اندزي هذا الرجل ابو حنيفه اندزي هلي في ماذا ابو حنيفه اندزي هنا ماذا ابو حنيفه اندزي انت يا لالكو يا لاسبكو يا النبر كبته نتهلو كانت أبوها لا يتمزقب اللحن وستل وسدو ويلال يفلقاتهم بلو الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهابي بلو مشريك بلو ترى راوتشون يقنباتشون عجو يكسراتشون يالو إن أنت نعي يكسراتشون وملو. إذن نحن الذين نخسر لكن لا نتعجب يعني بزوحا ندنك ما نو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما نيهون نبياتشنم تسدوال أبو بكر تسدوال عمر تسدوال سبحان الله شعاوش من إلالو أهون سلاسيش الرسول سبحان الله والحمد لله هيلوم لعنة الله على أبي بكر لعنة الله على عمر وعثمان لعنة الله على عائشة لعنة الله على مين على حفصة نزيالو النزيه دنك يهون صحابة وشنا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كسو نققر ألدانهم منو عبد الوهاب كزيه مدنو. نعم والله لذي يا أخوة كما نعلم كلنا أن إنسانا ماذا نعم ما إذا ابن مثلا يعني يهبتام لجبهون يأكل ويشرب ويلبس وعنده مال يتدلع في الدنيا كيف يشاء يهبتام لجبهون يتدلع من دلاكك قالوا متلوت. نقول لماذا يتخلى في مشاكل الدعوة يضرب ويسجن يضطهد لماذا؟ نعم أن عند سو يهب تام لجهونه لببلو يهن أهوني من ناقرو يمليونير سو نو يهب تام لجنو يتلق سو لجنو أن تندلاكو قولي بلايت اللي تتعنا يجنا الدنيا يرقت أهله يميتشل سو بدعوة واستقبته لمن يمتالش يسدبال لمن يقدلال لمن لمن تنجتو مبلاتي يشالي بلن بنتأيك. هذا هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. الشيخ محمد يهبتام ليج يا شيخ ليج يبالبات ليجنات شو ونت ونت الدنيا فلقال له بيلو من كياسا يزو يميا قرسات شو سو يبزال يهبتام ليج يا شيخ ليج نبرو. لكن لو علمتم ابن من يكون الشيخ ابن عبد الوهاب لتعجبتم. ترك كل نعيم وباع نفسه لله والدعوة وإحقاق الحق لحق أن لا الله نفسه يشتئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناتشو. إذن تاركاتشو نبدأ أهن أهن يقولوا من تأفي هذا الركوت تاركاتشو استئن جمر. اسمه الكامل سماتشو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي اسكزيه بقى الارات انتناتشو
محمد سماچو نو عبد الوهاب اباتاچو سليمان اياتاچو علي قدما اياتاچو معناتنو جده سليمان اذن محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان اذن اياتو يزي الشيخ ايات سليمان يازوتي اسم كان في مدينه العيينة وهو عالمها مدينه كزي كرياض سنت كيلومتر رقعه متتغنوا يزاج مدينه ويزاج كتما تلك عالم مفتي ينبروا الشيخ سليمان يا الشيخ محمد بن عبد الوهاب اياتنا تشو ابراهيم يا ويمناغراچو اهو ياللو نو سراج اباتو نو امان اياتو نو لك اندزي فلما مات سليمان اياتاچو سليمان يا محمد بن عبد الوهاب ايات سليمان كموتو بهالا خلفه والد الشيخ محمد وهو عبد الوهاب يا محمد بن عبد الوهاب ابات ام عبد الوهاب يميبالو يا اباتاچون يا سليمان بوتا يزو تلك علم هونو مفتي يمسطونا يا كتماو تلك علم تبلو يهدو نبر واصبح عالما مفتيا لهذه المدينه وكان ياتي افواج من الناس من القرى المجاوره للفتوى እዛ በከተማ አካባቢ የነበሩ ስንት ገጠሮችና ስንት ከተማዎች ለሼክ አብዱል ወሃብ ዚያራ ለማድረግና ከሳቸው ፈትዋ ለመውሰድ ብዙ ሰዎች ወደ ዑየይና ተባለው ከተማ ይመጡ ነበር ወሊደ هذا الطفل اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يتولدت واصبح عالما فاصبح البيت دار علم تولدوا ከዛ በኋላ በቁርአን ተመልምለው በቁርአን ነው የተረቡ يعني በቁርአን ነው يادغو بحديثنا بالقران يتطنوا منم نجر يا الدنيا نجر ياقوم بذا غزي منذ ولادته لم يسمع الا القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لان البيت بيت الشيوخ مكناتهم بيتو يا شيخوش نو سليمان يميبالو اياتاچو يزاش كتما مفتي نبرو اندغنا رجاچو عبد الوهاب عالم مفتي نبرو كنسو يتولدوا محمد بن عبد الوهاب نو في هذا الوقت معظم مدن الحجاز يقرأ ما تشون قليه أهون تاريخو جمّر أهون بزيه قزيه أبزان يوچو يحجاج حجاز من مات نهون دموش مكة مدينة رياض يعني حجاز سعودية مالتنو إن ذاك الوقت لا تقال السعودية سعودية مبالا النبرة مزا قزيه سعودية أهون ك يعني كسنت كمتو أمساك ولت متو أمتا كلت متو عندما تؤمت يمت أنه سعودية مبالو. سعودية مالت يسعود تكتاي مالت أمت أنه ودزا إن شاء الله سعودية متبال نقر بشيخ محمد بن عبد الوهاب زي النبرم أبدا فكل مدينة كان لها معبود زي لا ينقري بودو جمرا هون اندموش يسعود عربية كتماوش بي كتماو عند أمير نبر نقوس مسفن بمسافن تنبر يمتقزاو بي كتماو إله نبر إيش رأيكم بيه كتماو إله يعبد إنشاتنو قبانو كبرنو بيه كتماو بل أعجب من ذلك مدينة الرياض أهن the capital city of Saudi Arabia رياض بأمست تكفل نبر أمست نقوس نبرات أمست مسفن نبرات إيان داندو مسفن يراسو إله نبر يراسو إله حزب يميقزوت يميعملكوت إله نبر بسعودي عربي عند زي نبر نعم كانت على حكم عدة أمير المنفوحة برياضة من قنيو عند من درنو الدرعية الرياض عند زي تبالو يعني رياض بأمس تكفلة أمس مسفن ياندن مسفن دمو يراسو إله نبرو وكل منطقة على الشرك بمولو عند زي كتماوش شرك نجي توحيد بزوال نبرات كذا يتبركون ويطلبون الرزق سلسة أولاربية هنما نقركو قرأس قبال قبال قولتنو مكناتو أهوني أيات سعود عربية تقلل أي توحيد أقر هنا درون دزيه نبر عند نبرش آك مسوي التمار كهونا بستقر إن بي من درو بي كتماو إله نبر يتبركون ويطلبون الرزق ودزا إله دو رزق ستن لجستن يميلوت نقر وكان في الرياض نفسها شجرة برياض كتما عندي تلك زاف نبرج تعبد من دون الله
مثلا عندك سيت كارجزج ورزيه زافت متعنا تقول يا إلهي ناشدتك الله لا ناشدتك إلا هات سورة سوء إله نج ناشدتك أن تربي طفلي يعني لج أن التصدق اللي على رأي الشاله بلا لزافت سجد لج بسجود ودك بزودك إكتكوين إيالك أسج لجينا صدق اللي ربي طفلي بنفسك للي لا سو مكتل لا تسألين راسش أصدق اللي وتقول أنا اسمي تملكت شرك قريه مونيوت شركنو أنا اسمي فلانة تلالج سيتواكنو لزال إلهوا لزافوا أنا اسمي فلانة بنت فلان لا تنسي لا ترسي إقلين وسمي وكانت تعلق نسيج على الشجرة يعني عند ما استوشى بزازاف تنتلت لنا لجتوا يا تشيسيت لجين دا ترسبين باكش أصدق اللين ألا تتعجبون من إله ينسى أقر ما تشم والدموش إله يميرسى يفتروا يميرسى عندزي ما لتكونوا يا جماعة هل يعقل أن السعودية كانت هكذا يعبدوا من دون الله نعم وكان في مدينة أخرى ليلة كتمان البرج كزي 4 كيلومتر راكبلا أو 5 كيلومتر راكبلا هناك شجرة إذا أراد واحد الزواج يستشير هذه الشجرة يهدمو أما كارين البرج ينزاف عند سول يا جباسي فلق ولا الزاهد النا إلى هنا أنتنو إلى هنا يعني زافون يا مكرون البر وكان في مدينة درعية زي كتمان رياض كتمانش كن 30 كيلومتر راك ولا كتما ونوم قن يكتم يريات كتما عند كفل عند مندر نج وكان في مدينة الدرعية كان قبر يستغيثون به بمولو يدرعية هزبكونو هيدو لزيه قبر يفلقوا تنقر يتعيقوا تنبر وكانوا يعتقدون أن صاحب القبر بزيه قبر يلالو تمركتون قدي عقيداتشون لزيه نبر بزيه قبر يلالو كان رجل أعمى عند أور سونو يتكبرو لكن كان يذهب لوحده من السعودية إلى سوريا دون أن يقوده أحد ويرجع بعد شهر عند زي عقيدة نبراتشو زي كبر يتدفنوكو عند ولينو أن بهوة يالي كسعود عربية ودى سوريا يعند ورمان قدكونو بأقر بأقر هيدو عند سو سايمراو أور نوكو شرقوچو تراراوچو گدلوچو قلقلوچو ሁሉም ተሸጋግሮ ራሱ በራሱ ሱሪያ ደርሶ ይመጣ ነበር አንድ ወር ይወስድበት ነበር ይላል هل يعقل هذا وندمج هنا مرو يقبلوا هيقبلوا ففي كل بلدة حاكم ومعبود بهل كتمنا مندر عند مسفن مري كسو گوندمو عند اله ነበር لما كثر هذا يهن نقر سيبزا غضب الله عليهم فصلت عليهم مصيبة وهي القتل بعضهم لبعض لأتفه الأسباب لما يربى مكنيات هذا القو الله سبحانه وتعالى صب عليهم صوت الحرب رسب الساتش ومقناد الجمر لمنم أين تنش مكنيات تبلو كابيلة لكابيلة أجر لأجر كتما دم مفسس جمري أما التي لم يكن لها حروب كنزي كتما وش أورنتي على النبرات النا سلام هنا شهلت كتما نبر مدينتين فقط الدرعية أهون الكويت الدرعية ويحكمها محمد ابن سعود أهون جمرني سعود يا نجر محمد ابن سعود يتبالو أمير نبر بدرعية وهو جد الأسرة الحاكمة الآن في السعودية بسعود عربيا أهون يالو يا رويال فاميلي يتبالو آل سعود يتبالو ينسو زرناتشو انجدي كان يقال لاتشو درعية أوكي والمدينة الثانية هلتنيا مدينة دمو عيينة يمتبالو كزي هلتمتو كيلومتر راك بلا كرياضة يمتقنيو العيينة تبالالك أميرها كان متمسك بالعقيدة الصحيحة ولم يكن حروب زرمو بزوت أرنة النبرم وهذه المدينة العيينة هي التي ولد فيها الشيخ ابن عبد الوهاب هون
የታሪካችን ሄሮ የሆነው ሼክ መሐመድ ኢብኑ አብዱልዋሃብ የተወለደባት በዚህች አልዑየይና ያዝዋት ይህች ስም አልዑየይና የተባለችው ከተማ በዛ ነው የተወለደው። ዑለማዎቹ ነበሩ፣ ትምህርት ነበር፣ አቂዳ ነበር በመጠኑ ነበር። فالرياض العاصمة يا أخوة كان حاكما ظالما برياض كتما the capital city هنا اللي تشو عند بتاع ميجرمو مرينا برزي مسفن رياضين انتنو منفوحة يبالو عنده مندرزي عند إيريانو نا يسوان نقص هنا ظالم يقتل الناس بتاع ظالم النا مشرك كافر يهونو دهان ابن دواس يميبالو دهان ابن دواس يميبالو يريات كتما مرينا أمير نبر وكان يحل ما حرمه الله ويهتك الحق حق أني سبرال الله حلال يالو يحرمال الله حرام يالو بمولو الله حرام يالاتشو حلال نوبلو ذات نعم كان كل نجر حلل سحرنا وزينانا وخمرنا ومنه كله يدرك نبر سويه. ذات يوم عندك أني سويه يا رياض ماري غضب على امرأة عندي تسيت نبرش إنها تقطع بات ماتنا كتقطع بات بهلا من أدرك تاك الله شو يقول لك أنا وشك أنا وأنا أرى من نتول اللي قلت الله شو أفوان سفوت عليه لو تقدر تشكونه سيتوانا متنا افوا خيط خيط ارغو بس بمرفيه بنتن ارغو سفات سفوا زقوا يعني افوا خيط فمها وعذبها حتى ماتت ما تنفس معقاتات مغبات تبلام افوا تزقى بقى تسفى كذا قص بلا قص بلا موتش معناتنو. وكان يضع الرجل في سجن السو يتقطبت سو وند كونه دمو عند اسربيت بتلك ترارا بلاي ترارا طارا ترارا بذا عند اسربيت جنبا عند تلك غبي اسربيت اذا جنبانا يطلعوا سو يتقطعبت سو اذا يوسدوال تمام من غير اكل ولا شرب حتى يموت اذا اسكمطوال مغب يلم ايسطوتم متط يلم ايسطوتم بتام قاطولو يهونو تمبريتشر نو يالو اذا اسكميموت اذا يموتال معناتو كموتو بوحالا ترارا نو يانكبللوتالنا اذا يطلوتال يي دهان ابن دواس يميبالو نو مره عند كان جاء سجين عند سو تقطعبتنا اسر بيت اسغبوتالي اذا اسر بيت بترارا نو ستقلوت بغبزناو نا بنتنو بتاكتيكو جمادون بتوسو من بلو ششي كسر بيت وطا لكن وتادروچ يوزو يروطو يازوتنا وددهان ابن دواس امطوت يتقطعبت سو نو اهون قطاو اندغنا 10 اطف هوننا من ادرك تاقالاچو يدهان ابن دواس لذيه سو امطانا من عليه امر دهان ان تقطع قطعه من فخذه كچنو عند سغا تلك سغا ببلوا ادرغاچو قرط ارغواله قرطو تنغلي كچنو تلك سغا قرطو وامره ان ياكله بلاواله وندموچ ابو انيس كچنه قرطو بلاو بله تبلاله ما نمي بلاو بلالوت سويو سيف يزو عند براسو عليه كالبلا يقرطو الراسو موكوره كني انت سغا انديت يبلال امبي يالو خلاص البلا مالك لم يستطع اكله فقتلوه تمام كما قدلاتشو بفيت قد من هذا الرقية امر دحان ان تشوى هذه القطعة قد من هذا يقلد كونو يافيزي يسقى كتشنو يقرطاتشو تريس لهون كونو مبلات بيالو استقى قلو تالي كونو دم يفسسنو ندغنا لقرطو السقى بأسات هسقبرو بدم بارقو كقلو تنا اهم بلالوت انديتي بلال الشالم قدلت اندزي اينت برياد كتما مرينة بر مشرك زاني ساحر مستبد قاتل اندزي نبر. وكان دحان هذا يمارس كل محرم ما حرمه الله من الزنا والسحر والقتل هذا في الرياض التي الآن
أهون رياض سكانها يتنفس التوحيد هم برياض كثما كشيب لاي مسجد يالو بتأم 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 يتوحيد قداي بدم سر مهد سونو برياض يالو بتوحيد بياتشو اللو الساسات اللو بزونجل يادر قالو سوي زلم اللو زنا يادر قالو هلو نقر يادر قالو اندسو متن هلو نقر اللي لكن شرك يلا. ففي مدينة الرياض فقط كان أربع حكام. مدينة الرياض عند سيتي نج مدينة بأرات كفل نبرج أرات مأزن أرات مسفن بمسافة تتكزها نبر كل فرح بما لديه بعد الرقو سره اللو تستنيانه فتعطلت الحياة الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الحرب النزي أرات مسفن برياض ينبرو ارس برسات شو اندي قداد دلو الله سلط أبات شونا يهيوت نقر قومي وهاي اللم نقب يلم نقدي يلم فقام تشقر أسو في هذا الأثناء بزي قزي الشيخ طفل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هسألنات شو كان يتربع على القرآن وعلى السنة هون يدقونات شو يتململونات شو يتربع على القرآن يتربع على السنة يزي نقر هلو أهكم بالدنيا من دمي هداكم قرآن حديث بدأ برقوت التوبكة ولما أصبح 20 سنة يوتاتشو ها أمت سيهون من عمره أحبه الناس كل سو يا مدينة العيينة يمتبالو سو سوش بمولو وددت وكان يجلس مع العلماء ادميو ها أمت كتلال لك شيخوش العلماء كتش بلو كان يفتي فتوى يسد النار هذا الشيخ عرف بشيء لا يوجد من العلماء في الدنيا أبدا رفعه الله بها عندي تنبرت شو عندي تنتب لزي الشيخ من يوم عالم بزاق زي نبر عالم يالترزق نعمة بزي سو نبرت بمن يوم عالم يما تاقن يهيكي نش دمو بعالم يستاوك أتشو يهيكي نش دمو بزوت على توش يفرح شبت يهيكي نبرت أهوني من ناقرات نتهم بزوت على توش أمت أشبت كسو بلاي كسو ليلا يهين نقر ينبرو النبر من جنشي نقر هذا هو لا يخاف لومة لائم في دين الله فالله دين إن دايلون سو إن داي قطا سو قاي ودوم يميل نقر النبرو وكان جريئا في دين الله دفار بدين الله حرام سيدرق زور بلو انتني ما يلو يعني يمي قطو توحيد شرك يفاسي هون يما يتنيو شيخ نبرو بزيهج لا يخاف لو متلائم قباتشو يتش النتب اندايلون يميلو سو اندايلون ايلوم بالله دين سو اندايلون يميل سميت النباراتشوم بالله دين دفار نبرو يهدفرت بزوت أرات أفرد باتشو الآن بدأت المشاكل ترو سوي وداتشو نبر بعيينا كتما لكن شرك سيايو منكر سيايو سحر سيايو زمايل بدأت المشاكل بين العلماء الكبار والشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهون لبتشاو كنزع علماء شوت أرنت كفتة مالتنا يتلاتشات أرنت والسبب العلماء يتفرجون الشرك ينبر علماء الشرك يتدرج أتقبها تشوك أبر قبا يتملك زميل نبر سواتشون لا يقطو سواتشون لا يقودون السجن إن نقر نبر ولكن هو كان ينكر ولا يخاف يهيش نتب نبرج بألم وستي أساوك أتشونا بزوت على توش هي متأشلت يهيش نبرج إذا قلنا ذنب وانجل درجة ببال يهزم ببتشانو ذنب كاسبوت مالتنا انجي شركية درجة منكر مالت اجرنا وانجي ذنب بعد اللب ذنبنا وكتب عليه نو ينبرو دفرتو اندايلون على مالتو بحق مقومو يه كمان نمع المال نبرم كسو بتشان الدر فجمع الشيخ العلماء سيبسو سيبسو يعوينين كتما علماء سبس سباتشو فناقشهم تكرا كراتشو
وقال كيف تسكتون على هذا القبر يعبد من دون الله دي بزي قبر متو سيتم وندم غومبس قنا بلو ازا يلقسو عباده يدرغو ان انت شيخوش قيماچو 3 كيلو متر يميون انديت زنتلالاچو علاچو كلهم اصبحوا ضده اهون هلم طلعوا يقولاچو وندموچ بورق بورق قلم يميصاف نو يا شيخ محمد بن عبد الوهاب تاريخ بالراساچو ورق ان الماز نبرو شيخو كلهم اصبحوا ضده الا والده يساچو ابات عبد الوهاب يمبال السو بيتشا كان هنا ليلوچو بمولو يسو انصار وطو اذا كان العلماء يعرفون المنكر لكن لا ينكرون يقولون ماذا يقول الناس مثل زماننا فجزياتشن اكو اهون يي عباده منكر نو بنلكو حزب ينسال من يلنال يالو اندزي هلو نبر الشيخ محمد عبد الوهاب متنا فنداو نغرو انغدي يشرك مودم جمر معرفت نو الان كثر اعدائه قراتوچ بزو بل بداوا يؤذونه ولوالده للسنه لباتو يعني اذيا جمروبت معرفت نو سبحان الله العظيم فلما كثرت المشاكل شجر سي بزابت مسدد مدبدب بمنجد يقويه يعني لموت فردنتن سي بزابت مغب كلكلوت متت كلكلوت كمدينه وطا قالوت نغدله نو قالوت بتام شجر سي بزابت قال له ابوه عبد الوهاب اباتاچو منالاچو يا بني هؤلاء لا يفهموننا انزي هايغباچو انسو بليلاناچو انيا بليلانو يالننا يعني اني اندميتاين ان نذهب الى مدينه اسمها حريملا حريملا ام تبالو كتمات ان شاء الله سلام يهونش نو اذا هيدن بقى دعوان تتن من تتن اذا قوج بلن لجوشاشنا نسادقنا نهدالو من هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال يا ابا يا ابته عباتي علاچو يا والدي علاچو انت واهل بيتي وامي واخواني خذهم معك بلا شيء نعم انت اناتنا وندموتشين يزه وده حرام ملائم تبالو سلاماوي كتما زهيدنا ادمياچو زى سالبوت اما انا فلن اترك العيينة بل اجاهد واجاهد حتى اقتل اسكم مدرس توحيد يفاس كم يهون درس اجدل الله انجي الهدماني يهين يا رسونو اهون يميطلاو يالو وندموتش وكانت هذه النقطة التي اشتهر بها وكانت هذه النقطة التي كرهه الناس بها وعادوه فرحل أبوه مع الأسرة وبقي هو يقول لا تشنجدي لدين مموت مالتي هنو أباتو بيتسوى تشنيزو ودى حريم لأم بالو كتما هيدي سلامي هنا تشو كتما السجن إزا بيتشاون يمير داو سوي للو قوية بزا ويينا متبالو كتما جهاد قتله سبحان الله العظيم الان وجد يعني اباتنا ناتو بيتسوچو سيهدو توحيدون سيناغر سيناغر الحمد لله تكتا ياغني تكتايوچو جن وطاتوش نبرو تكتايوچو تكيت ناتشو وطاتوش ناتشو لكن طلاتوچو 10 اطف يهونالو ولم يخف عن نفسه اندزي بلو بتا سقاي سي بزابت من عليه والله اني لا اخاف على نفسي لراسي اصلا كمسرته جهاد بيه تغديه دمي لفس لا الله بيه نوطه لني من ما جن يمكتلون شبابوش انداي طفو بلو اهون ليله اديس حساب امطى لما نظر هذا ترك العيينة عيينة تتو ورحل الى مكة المكرمة برجله باقرو كعيينة ودنتن عند شي كيلومتر نو ود مكة المكرمة حيدا مالتنا اما اهل مكة ود مكة سيقبان قديه لما ناقشهم كتكراكرا تشوبها لا احبوه وضموه اليهم بتأم وددوت
من أين التوحيد نو كان يتدبق أين برو توحيدنا عقيدة بلو وددت لتوسنوا وراتنا الذي استمرت جوزا مكة المكرمة بكعبة هنا بزو استمرت جونا وفرشوا له وعلمهم لفترة لو توسنوا انتن استمرت جو عقيدة بلن بأتت جونا ثم ودعوه إلى المدينة المنورة دقنا هنا لهيد على جونا إشي مرق أو دعا رقو بدم بشنيته ود مدينة المنورة سنت كيلومتر نو كمكة أردت متو كيلومتر بمن هيدا بأجره هيدا بأجره ود مدينة المنورة هيدا وفي هذه المدينة أيضا رحبوا به وعلمهم وأقنعهم بتأمتك راكارينا يتوحيد بدم سرو توحيد مهد نبر يا مدينة سوش وددت الشبلو تكبرت استمرات شو لتوسنا أمت قوينا اندقنا يهن توحيد إزا كاسكوية بهلا إيشي أهن دمو ودى إراق هيدا اللهو بلو ودى إراق دمو هيدا بأقرو بأهيا ودى إراق هيدا سنت كيلومتر نو يعن دور من قد اندقنا بأقرو هيدا لكن يا إراق سووش مدفو سووش بشركة تزفقو توحيد ما يودو بتأم نقرنيو شوش هونو أغنياتشو بدأ يعلمهم لكن لا يسمعون لكن هؤلاء ضربوه يا عراق سوش متت سدبت وكان شيخ العراق بزاي نبرو شيخ كان مبتدعا قبوريا يكبر سو نبر يا ولي منا من يميلو شيخ محمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب توحيد زو قبا متت دبدبت حتى أصبح شبه ميت متوال بلو باند ببرحت قالوا تبقى كذا كمدينة وكوفا يمبالو كتما أوتوتو متوال بلو زاد لأوري سبتوت سو يوغن الموتم الحمد لله كسوس دارات كان بوهلا تنسى يتندى الله أوكي من دبار روا أوكي قال بسم الله يا عراق سوش بيالون ودى سوريا لهداري يا جماعة صحابة يدرقوت كذي بلا لا درقوتهم من ما لا درقون كذي بلاي على من قبلنا لدعوة لتوحيد لحق الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان نسو يعني إسرائيل سراء بتأم 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 إن تنسانا ودك أين باي بياي مدربة دانو ودقرا مدربة دانو ودفيت ودهانا كله مدربة دانو مجمرة مهد جمرة مقب يلم متت يلم صحاينو مدربة دانو براب ودك أن لموت إجو ستة مالتنا بزي ببرهانا يتتقلو يالي عندو أبو حميدان يميبالو إقرا من قدو سيهد كسوريا ودى مكة سيهد بمن قد أغنيو من نوالو بتأم الزنلت مقب ستو أبلو متت ستو أتتاو كذب هلا ودى الزبير يمتبالو كثما ودى الزاوسدونا الزهرة فالو يفلكو النقر لا درق الله له ورحب به بعد أيام شيخ حميدان من قدا شو قتلو حيدو لكن السو ودى السوريا نم حيدو الزام دعوان مكر بلو لأن أهل مكة قبيلوه وأهل مدينة قبيلوه وأهل العراق رفضوه وطردوه قنزب يلم سنك يلم انديت يهد ودى سوريا فكر وقدر بزوء السبع لكن لم يستطيع جمع اي مال قنزب عند السنتين كان حتى فتنيا نقر كعراق تباروس لم يهد لم يسره سوء حتى اوكي فقرر ان يرجع الى بلده ووالده واهله من يرجع لي ينبروا حي هلنا موته ينبروا انتن بقى دكمه انقدي ودا اغري لملس بلو كعراق ودا حريم لا اباتنا النافيه لبت بوتا يعني شي كيلومتر لقنا ودا اباتنا النات متملس وفعلا رجع الى اهله في حريم لا بعد جهده الكبير العظيم في مكه والمدينه طبعا رحبوا به مكه المدينه تقبلت توحيد وسلوت عراق نبررت
رجع إلى حريم لا وهناك والده ووالدته ففرحا بتعم دسالة شواباتنا الناتو بتحل الكفار قو بكا انتنا لت لكن ندالكواتشو بدم سوري مهدو من دنو لومة لائم آكم بتوحيد قداي ودهلا أيلم لم يسكت حريم لا قبا زملة مالتاكاتو بل بدأ الدعوة دعوة مجمراه لأنه أخذ من الله أحدا كالله قال أحدنا ألقب توال ألا يسكت عن الباطل والشرك ما دام على قيد الحياة بهوتي بهوتي يالله سكال له درس الله يعني شركية درقو للا سون سياملكو زنبيا لا ينبلو ألقب توال خلاص دروكونو نفسون يشتئ لما قزاو سوات أنجي يعني نفسه شتوال لالله قل يعني تألت بالزابت بدأ الدعوة وبدأت العداوة دعوة سيجمر بحريم لا اندقنا تلات شاد شيوخ بمولو تألت ما تقابلو اهون دمو تلك انتنا درقو الشيوخ يعادونه والوالد يؤيده أباتو يدقفوال أباتو بيتشا للوشو علماء شو بمولو تألت وأثناء هذا الجو حصل ما يحزن بتقام ياساز النقر بالزيهون تايال ليه بتقام ياساز النقر تقني وهو موت أبيه أباته موته الشيخ عبد الوهاب أباته بموت كزي ألم تليه بتشاون كراه ما نمسوك السقع اللم زادت العداوة وقرر أهل الحريملة قتله خفية أهون يا حريملة كتما سويت بمولو بأن دعف تسمامو ما قدل اللبت بلو يموت قطعت سوطت مارتنو بلاليت أرسلوا العبيد بارياوش ينبرو بزاقزي صانوش شبابوش بمولو سبسبو هيدونا بيتون سبراتشو قبتاتشو شفلق لكارغاتشو قدلاتشو نو لمن دنو اندزي هذا الرقوت بارياوشنا شبابوش منا من تسبسبو سلاسة أربع إلاكوت لمن دنو يقول حتى يتفرق دمه على القبائل يقدلوا سو ان دا يتوق منو يقدلوا ولا اربع سو متو قدلت ماناتشو بارياوشنا منامن خلاص دمو بزا ان دي تفا يهين هونو ان الزاربا سلاسة سوش ميهون اللي قدلت يمتو لليتنو ودبيتو متو مالتنو لكن الله سيتأبك اونو كيمن عندت غافلة نبرج غافلة مالت يسفر بدون مالت ناتشو عند هيا سوش قمال اهيا منام نيزو اك ايزو كيمن ودي مكة ميهدو يال بزال فنبرنا مشباتشونا الزاد درو الشيخ محمد بن عبد الوهاب قبي تقابلو الزا انتفو الزاد درو اهون شيخون يمي قدلو متو وطاتوشنا باريوش متو سوچون قدي سيف الله شو من الله شو نزي انقدوش يعني ميالفو تسفاري وش تنسونا منو عروتشو النزا سانوشنا عبيدوش النزيهن سيايو ششتو تملسو جيلي قلوتنا يمتو فرنا ششتو تملسو طوات سيهون الشيخ محمد عبد الوهاب كان كلفة نستو كبيت سيواتو النزيه تسافاري وش اسقوم واتشونا واندمالوت تنانتنا تلالك شفتوش متو اللي قدلوه إنيانو يملسنا تشو ناك الزيه كتما كس لهوتا زاري ليلت اللي قدلوه نو عيتوم إنياس النسافر اللي قدلوه نو قالت فقرر الرجوع إلى عيينا اندقنا ودعيوينا يتولى دبت كتما كحريم العمالتنا ودعيينا للملس والسنة وفعلا رجع لتولى دبت كتما عيينا أباتو آياتو كنم آياتو يتولدوا بات يدقوا بات العيينة يتبارتشو كتبوا ستملس وهنا وجد جوا جميلا مناسبا بتقام تسمامه كتماو لأن الأمير الذي كان قبل هجرة الشيخ انقري أهون عيينة تكأيرت سلام هناش لمن يا منات إيهونو يترقموا أمير ينبروا موتو أهون يمتأو أمير كان موحدا شيخا كبيرا تقيا الله أكبر الله كنا ميات فلتي ألو سويو تقبلو يا شيخ يا عيونين عيينا شيخ تقبلو
كذبها لا سيايو لك موحد شيخ كبير إمام كبير الزي تكمت أهلو أميرو نو يكتب أقروك أمير نو الزي كان يقهون أهلو الشيا لو وددو أميرو بتأم وددو بل خاف الأمير أن يذهب الشيخ ويتركه أميرو راسو كما ودد يتنسى فرّا تتوين داي هود شيخ محمد عبد الوهاب من دنو ندالاس كايمو دس كالالو يهيدال بلو فرّانا تاكال لاتشو من أدرّقه فسأله الأمير وقال ماذا تريد من تفل قال له يا شيخ له أميرو قال لا أريد شيئا إلا أن تنصرني للتوحيد توحيد يفان دي هون شرك بيتأفا كردهن الله سينصرك نم ودهال لو هزبوني ودهال اللهم يودهال نا دلت قوانات سفر لإني كان تيم فلقو قنزب ما الفلقم بيت ما الفلقم بيتشا دعوة سادرك بك أني بقره هنا أنت أبك أننا دين لأسفافه له تسالونا فبايعه إج لإج تشعبتنا خلاص أنت بدعوة إني بحيل توحيد أنت النار قالت يقول لك شو فرج سمت يا الله انفتح سمت أنا بل أميره سبحان الله يا الله أسقى سمت أكو يميكلك كلوس ويلم أميره فرع من فرع شيخ محمد عبد الوهاب اندهيد بن بلو لتنك ان يتنكباك بسيزاتشو مش اول رشا من وسنا اميرو زوجه عمته يسو اغوت ينتنو يناتو يباتو اهت وطاتن برج عنديت دارو اميرو لشيخو دارو كانت اسمها الجوهرة يتمتبالو الجوهرة بنت معمر يا أقوتو عمتونج أقوتونج لأميرو فوجد الشيخ حسنا منيعا أهونت لك قبيا قنية من دنو أميرو كسولج والسداء أقبات يا أميرو بيتسب هون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما أنه من ناقروه ما أنه مدفرو فتح له مسجد نوم مسجد كفتو إمامو أستمر له ندفلك استمر والتدرج ستو ندفلك توحيد استمرال حزبو بدأ أن يأتي أفواجا 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 بزوسو ندقور في متانا شيخ محمد بن عبد الوهاب مسجد مولا توحيد ما استمر جمري كذبو هلا دمو يأغوتو بالنو الخصلة الوحيدة التي انفرد بها الشيخ أنه جريء ندقنا للقمو دفار نبر ندايلون يميل سميتا نبرون في الحق لا يخاف لومة لائم وكان الله يساعده للحق الله دمو يدقفه ونبر كانت شجرة في العيينة أهون تقلو جمرا عيينة أهون سلام هنا يا أميرو أقوتنا يا قبا كأميرو بيتسب ويا الفاميلي هنا ما نمي دفرو عندي تلك زاف بعيينة نبري تعبد من دون الله لسنت أمت لسنت متو أمت هزبو يمجزات يميملكات نبرج طبعا العلماء وعامة الناس بدأوا يحبون الشيخ هون علماء شو مودد جمرو السن مودد جمرو لمن وددوا ثون دموج كأميرو تأقاسل علي كذا الدلع جن يتوحيد لما سفافات علماء شو وددوا أميرو وددوا هزبو وددوا فذات يوم أعلن في المسجد هون أواج أوجن قدي تملكت وندمش بنانتي بهن بلنو اتفردو اهون لمثاله ب امريكا هنا چوه بله اوباما مجدل اللبت من نو كنيغا ميكتلني هيدن بوايت هاوس اوباما مجدل اللبن بيل اهونو من يادرغو تالي وندمش قبينو ميسطوت مار ولالا نو ميسطوت اشي استنبل يا أمريكا ديمقراطيك كنتري نشنا إن تواتسي بأربع قرنا بمن يوم أربع قر بريزيدنت حسن مبارك مجدل اللبت بجزيه مارتينو مجدل اللبت بشار الأسد مجدل اللبت بلو أواج بيادرقاهن أم بسا تنشل بتسات أمن يادرقوال عند قراش إنهم يادرقوال اللب نزينهم يوتو الشيخ محمد بن عبد الوهاب بزاقزي من عليه يتشن زاف
لمتو أمت يعمل لك واتسوش مفرس على الباتالي مقرت على الباتالي سوش ولو. فخاف العلماء علماء شراسة وفروا وقالوا كيف تهدم شجرة مكثت لمئات السنين من مئة سنة نخاف أن تضرك أن تدت قدهنج الزاوز تنتنى اللي من اللي لنفسها تفرع من اللي ألوت. لكن الشيخ قال للأمير ودى أميره هدنا أهون أميرون قديه يعني يا قوتو انتن بالنو. قال أيها الأمير لو نعم اجلس أنت وأعوانك أنتنا من السرش والتدرج الزيكة ما كتبل كني قاتيد والجيش كله يجلس هنا أعطيني بس قليل من الرجال تكيت سوى جسد أين إنه الجيش زافون قرط الله عليه زافون مقرط الزاقزي وبامان مقدل حسن مبارا مقدل ولا من مقدل مالتنا الزاقزي. فوافق الأمير الله أكبر أميرو إشي علو إننا من السرش الزيكة لالو زت أنا والتدرج ستو زت أنا بلنت بالزاقزي بزونو أمن جايلم سيفنا قرادينا من أمبرات أبرتنا ميزو زت أنا سوش يزوهد ذهبوا ومعهم فاس فاسنا مصر من أمن ندزي بلو برات أبرت يزوهد أهل عيينة خافوا هون مدينة وكتما يكتما وسوش بمولو فروا وخرجوا من المدينة كما ككتما وطوا بزاب ترارا لا يوطونا ذا ترارا كتبالو لمن آهون زافون سيكورت الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتفن عدابتنج لتاقات لونو لتقد لونو وليو يالو زا إله اللو ليوت آنو فرتو بمولو يكتمو شيخو شيخو سايك أرو وطو بترارا يوطو السو النزي زت أنا واتهدرو شيزو كتهيني. فذهب الشيخ إذا سهد زت أنا واتهدرش دمو فرنا انبيالوت يفلكو النقر إززا لكن يه إله يه شجرة قلت أو مالت بتقام كبار نقر نو كان نزي سوش بمولو سوست بيتشا قني سوست سوش بيتشا السو أراتنيا سوست سوش هدو فاس يزو برت يزو كتا ضربها ضربات سيمتات سمتات سيكورتات حتى قطعها زافوان بهولت كفلاتنا قرطت ووقعت. فتعجب الناس زافو ودك سوتشو قرماتشو. فتجمع الناس متعجبين ألام منوم انديت لما تؤمتك تقزانو إله ويمدو مشجرة قرطة كزاه زبون بمول يعولينا هزب سبسباتشو النا تملكتو منالاتشو خطبة درجه. فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد أما بعد ألاتشو أن الشجرة تموت بألم يعلو زافوش يموت ألو إرمي أتشو سيدرسي يدرك ألو يموت ألو وتيبس يدرك ألو من يوم زاف يدرك ألو وأن النجوم تأفل نزي كواكب تيمتاتشو ليرقفوناتشو بيكنو يرقفوناتشو وأن الشمس تغيب يهجس هاي لتتأفانج أهونم كان تتأفانج للي تتأفانج كان تمتألج عندك أن دمو الله ليه تأفانو والقمر يغيب كمروم شرك أوم لتأفانو والكواكب تتناثر والكل يموت إلا الحي القيوم الذي لا يموت يرزق ويخلق يخفض ويرفع وهو على كل شيء قدير لا يرد خيره ولا يرد بأسه وهو المتحكم في الكون كله عليم بصير سميع جبار متكبر ذو البطش الشديد يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما الخير كله منه بلخط بعد الرجل. فقال لهم سبحان الله من ألا تشو مسلا تشو أهون لما تؤمت إله بلا تشو يتقزا تشو زاف ودك أو هلو أهون هلا تشو مزيان لا تشو بس انت موتين يكترو فاس يمتعنا ك
ከዚህ ሸጀራ ትንሽ ትንሽ የቆረጣችሁ የቤታችሁ ሄዳችሁ በእሳት አቃጥሉት ኢላሃችሁ እሳት እንደሚቃጠልና ምንም እንደሌለው ልታምኑ እስካሁን ድረስ አላመናችሁ ከሸጀሩ ወይም ከዛፉ ትንሽ ቆረጥ ቆረጥ አርጋችሁ ሂዱና በቤታችሁ ቡን መፍሊያ ወይም ያኒ ወጥ መስሪያ አድርጉታለ እና አንዳንዱ ወላ አላመኑም ሄደው ሸጀሩን ለመያዝ ማፈሩ ፈሩ ሄደና ሰዎች ወስደና ቁርጥርጥር አርጎ ርፍትት ታርጎ እንትኑ ሸጀሩ ሰጣቸው አንዳንድ ብጣሽ ሰጣቸውና ሄዱ አቃጥሉታል هذا هو الذي تسمونه الهنا لاچو الهي متلوتي هنو فاحرقوه في بيوتكم لتطمئن قلوبكم قلوبكم لاچو فهدى الله به خلق كثير وبدأوا يتعلمون عنده تمام الله أكبر قلوا الله أكبر يا جماعة الشيخ محمد عبد الوهاب وهابية عقيدة ومطفونه ألمن يبلاشن ويبالو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إن يهناتشو لزاري الزهن وماسك أمو يهني هل تاريك يساتشون كارتوال እንዲያውም በጣም የሚያስደስትና የሚጥም ታሪክ ነው የቀረው አሁን እንግዲህ እዚህ ላስቆማችሁና እስቲ አቡ አኒስ ኡሙ ሲሃም ያላችሁ ሼክ ኑር ሁሴን ያላችሁ የዛሬ ኮሜንት እነቴ ነው እኔ እነት እንባዬን እየፈሰሰ ነው እየተናገርኩ ያለሁት الله سبحانه وتعالى نسأل الله يزيه سو يتوحيد شيخ ينفعنا بعلمه والله يجعله في ميزان حسناته بلن من نزقاو إذن الزيناس قمار له واندوموش استيام التلوه دمو بولو نانتي مايك لنانتنو والشيخ محمد بن عبد الوهاب يهي نسلالو مايك فري واندوموش